في مشهد كان سبب طلاقك سهير؟ في مشهد كان سبب طلاقي، ما هو تقريبا المذنبون، يعني هو كان سبب طلاقي. مذنبون. انت اشتغلتي كنت متجوزه؟ اه انا طول ما كنت بشتغل كنت بتجوز، انا ما بقعدش فترات كتير متجوزه. بالفتره دي كنت متجوزه مين؟ احنا مالنا بقى؟ لا بقى يعني للناس، يعني اذا بدي تتابع التاريخ فيني فوت على الجوجل وشوفها، بس هلا بس للتذكير، بس للتذكير. هذه الجوجل ده اللي هيودينا في توك. يعني ممكن ينعرف يعني حاجه. كنت متجوزه محمد الملا. محمد الملا. لما شاف الفيلم في جن. جن. طلقك دغري؟ لا. طلقتيه دغري؟ ايوه. عفوا على التعبير، اصل العصمه في ايدها. عمل لك مشاكل و مشاكل جامده قوي، وانا اصريت على الانفصال لان كان خلاص بقى الغيره كانت زادت قوي قوي. طبعا عنده حق طبعا، بس كنت وقتها انا بفكر في ان ده فن وتمثيل وده شغلي وانت عارف وكده. وانت بتصوري الفيلم ما كنتيش قلقانه من رده فعله؟ ما كنتيش واخده بالك انه ممكن؟ مالي بقى، مش انا بشتغل بصور فيلم، انا مضيعه وقرياه وعارفاه وكده.